السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بقى هنحل مسائل التشوز عن الدرس اللي احنا أخدناه المرة اللي فاتت، ويا رب تكون فهمت جزء الشرح. ولو أنت لسه أول مرة مشترك، أول مرة تتفرج على الدرس ده، حتى لو أنت أخدت الدرس ده من حد تاني، أنصحك إن أنت ترجع لجزء الشرح، لأن احنا بنحل بأسلوب تاني علشان بس ايه ما تحسش انك داخل على التمرين حل التمرين على طول وتحس انك ايه مشتت او مش فاهم حاجه. يعني انا لما اجي احل بشرح بطريقه معينه بتسلسل معين بطريقه معينه بنظام معين، عشان احنا بس ايه بالنسبه لما نيجي نحل للتمرين من ايه ما يبقاش الموضوع كله مسائل جديده. طيب تعالوا كده نشوف النهارده سيرم 4. تعال نشوف اول سؤال هنا بيقول لي limit when the x approach to a، وجايب لك هنا وضع خالص ان ده يعتبر السيرم ذات نفسها، صح؟ بيكون في لها شروط معينه. يعني هنا x minus الa، يعني هنا بيشوف بيقول لي هنا ايه x minus الa هنا اهوت، وهنا برده x minus الa، والباور برده بيكونوا ايه سيميلر ان n وان وام وام. طب احنا كنا بنحلها ازاي؟ يعني عشان نحلها ال n over ال m multiply الاي ديت الاي والاي، بناخدها بناخد منها واحده، وبعد كده بنعمل سبتراكت للباورز بتاعت اللي هي الان ماينس الام. هنا ماينس الام لو جبت تلاحظ هتلاقي فين الانسر، هتلاقي هي اللي هي هتكون ليدر دي. طيب هنا بقى نفس الكلام، وان احنا بنحلها ازاي؟ فاكر بنيجي هنا عند الواي وهنا ابروتش تو 2 بنعمل ايه ماينس، يبقى الليمت وان الواي ابروتش تو 2، وان احنا بنقول لازم تكون y minus 2، بنقوله كده y minus 2 over y minus 2، نفس الكلام اللي احنا ايه كنا متفقين عليه. تمام، وبعدين انت عندك هنا بولي y power 5، يبقى هنا 5 وهنا برضو 2 power 5، ما فيش مشكله. هو هنا y minus 1 وهنا 1 وهنا 1، هنا ازاي بقى؟ هنقوله 5 over ال 1 multiply ال 2 ال 2، بناخد منها 1 2 وبنعمل سبتراكت الباور اللي هي ال 5 ماينس ال 1، هيطلع لك بكام؟ ب 4. يعني هتكون 2 باور 4 16 multiply هنا ال 5. هو عايز بس الايه؟ الطريقه، مش عايز الايه؟ الانسر كلها. تمام؟ نشوف اللي بعديها. برضو دي نفس الفكره. هنا الليمت الاكس هنحط هنا ماينس، يبقى الليمت الاكس ابروتش تو 1، هنعمل ايه بالماينس دي؟ نحطها هنا فوق اكس ماينس ال1 وبرده اكس ماينس ال1. دي بيقول لي باور 10، هنا 10 وهنا 10 وهنا 1 و1، مفيش اي مشكله. طب نطلع الانسر ازاي؟ هناخد ال10 دي باور 1 على فكره، 10 اوفر 1 ملتبلاي هنا 1 و1 باور 10 ماينس ال1، يطلع لك بكام؟ ب 9. وباور اي حاجه سيبك منها، مالكش دعوه بيها عشان هتقابلنا كتير النهارده. لان 1 باور اي حاجه بيطلع لك ب 1. فهيكون الانسر هنا ايه؟ هيكون الانسر يا سيدي هيكون الانسر التاني. تمام كده؟ تمام. في اللي بعديها هنا بقى في الايه؟ بالماينس، يعني الاكس باور بالنيجاتيف، مفيش اي مشكله خالص برضه. مفيش اي مشكله خالص، هنحط هنا ماينس برضه. ليميت وان الاكس ابروتش تو ايه؟ نيجاتيف 2. انا بعمل ايه؟ لا معلش 2 2. هنحط هنا ماينس، يعني لازم تخليها كده اكس ماينس 2 اوفر برضه اكس ماينس 2. طب دي باور نيجاتيف 1، ايه المشكله؟ باور نيجاتيف 1 باور نيجاتيف 1. طب دي باور ايه؟ نيجاتيف 4. على فكره هي متظبطه، ايه الهبل ده؟ على فكره هي متظبطه اصلا، يعني هي في الاساس اصلا معموله جاهزه، ما خدتش بالي. هناخد ده الباور ده بنعمله من اوفر بعض، نيجاتيف 1 اوفر نيجاتيف 4 ملتبلاي هنا 2 2 بناخد منها 1 2، وبنعمل بقى ايه؟ سبتراكت الباور. ركز بقى بالحته دي، احنا بنعمل سبتراكت الباور، لو نيجاتيف 1 ماينس A ماينس ال 4، يبقى نيجاتيف 1 ماينس، احنا بنعمل سبتراكت اصلا، ماينس ال 4، نيجاتيف نيجاتيف بقت ايه؟ بوزيتيف 4 ماينس 1، يطلع لك ب 3. دي تروح مع دي، هيبقى 1 اوفر 4 ملتبلاي ال 8، 8 ديفايد ال 4 هيكون ايكوالز ال 2، فالانسر هنا هيكون 2. طيب هنا بيقول الاكس ابروتش تو نيجاتيف 1، ركز بقى في الحته بقى يا معلم بقى، هنحط هنا ايه؟ الاكس هنا لازم نحط ماينس، يبقى الليمت الاكس ابروتش تو نيجاتيف 1 اكس ماينس، شوف بقى احنا نحط ماينس، ها ماينس ال1 اوفر اكس ماينس ماينس ال1، ده الشكل اللي لازم ايه نعمله. شوف في براكت كده
ديت باور 5. حاضر، هنا باور 5 وانا برضه هتكون باور 5، ودي ما فيش باور حاجه يعني 1 و 1. هتقول له مستر زيها اه طبعا اهو نيجاتيف ونيجاتيف بقت بوزيتيف 1 اهي. تمام، هناخد ال 5 اوفر ال 1، 5 اوفر ال 1 ملتبلاي الباور دولت النيجاتيف 1 هناخدها باور 5 ماينس 1 يطلع لك ب 4. لو النيجاتيف 1 باور 4 يطلع لك ب 1 هيبقى الانسر هنا الايه؟ هيكون الانسر هنا هيكون ال 5. تمام كده؟ ايش؟ والفي اللي بعديها نفس الفكره برضو، نفس الفكره برضو، ودي سهله كده كمان. طب احنا بنعمل ايه؟ بنحط هنا ايه؟ ماينس. بنعمل ايه؟ بنحط ماينس. تعالى بقى نكتبها. يبقى اقول له ليميت من الاكس ابروتش تو 2 اكس ماينس ال 2 اوفر اكس برضو ماينس الايه؟ ال 2. وقال هنا باور 5 حط هنا 5 وحط هنا برضو 5. ودي باور 3 هنا برضو 3 وهنا برضو باور 3. باور 3 بايه اهيت؟ اعرف ان انا ماشي مظبوط. اقول 5 اوفر 3 اهيت ملتبلاي وهنا 2 و2 بناخد منها 1 2 5 ماينس 3 بنعملهم سبتراكت هيطلع لك بكام؟ ب 2. هيبقى 5 اوفر 3 ملتبلاي 2 باور 2 بيطلع لك ب 4. يعني هيطلع لي ب 20 اوفر الايه؟ 3. 20 اوفر 3 اللي هي يعتبر ايكوفالنت الليدر دي. لان لو عملنا هنا حولنا الميكسد نمبر دي للامبروفر فراكشن هيطلع لك بكام؟ ب 20 اوفر الايه؟ 3. طب ديت مفيش اي مشكله. اه فاكر دي يا معلم كنا بنعمل ايه؟ هنا بقى الاكس ابروتش تو هاف كنا بنعمل ايه؟ اقول لك ليميت الاكس ابروتش تو الهاف هنا ال1 صح؟ ال2 ديت حطها عند الاكس بس. بس طب وبعد كده هنحط ماينس، يعني لازم نوصل للشكل 2x ماينس ال1 اهي 2x ماينس ال1 اوفر 2x ماينس ال1. هنا باور هنا بقى بيقول لي باور 2. حاضر دوت باور 2 دي برضو باور 2. واللي تحت هنا بيقول لي باور 5. حاضر باور 5 وانا برضو باور 5. سهله صح؟ والله العظيم سهله. يبقى هناخد بقى الباورز دولت اللي هي هتكون ال 2 اوفر ال 5 ملتبلاي ال 1 وال 1. سيبك بقى من 1 باب خلاص بقى خلاص يعني تبقى هي هي 1 برضو ماشي. هيبقى الانسر هنا هيكون ايه؟ 2 اوفر ال 5. تمام الاكس ليميت وان الاكس ابروتش تو نيجاتيف 2 مفيش مشكله. اقول له ليميت الاكس ابروتش تو نيجاتيف 2 احنا بنعمل ايه؟ بنحط هنا ماينس. عايزين بقى نوصل للشكل ده اكس ماينس ماينس 2 اكس ماينس ماينس 2. قال لي هنا ان الباور هنا 7. يا نهار ابيض ده تؤمر اهوت باور 7 وهنا برضو باور 7 وهنا برضو باور كام؟ باور 4 ودي برضو باور 4 يبقى 7 اوفر ال 4 ملتبلاي النيجاتيف 2 هناخد منها واحده وبنعمل سبتراكت الباور 7 ماينس ال 4 هتبقى بكام؟ ب 3. تمام كده؟ تمام. ده هيطلع لك بكام؟ ده هيطلع لك بنيجاتيف 8 ملتبلاي 7 اوفر ال 4 يعني هيبقى النيجاتيف 56 اوفر الايه؟ ال 4. لا 8 ديفايد ال 4 هيطلع لك ب 2 نيجاتيف 2 باي 7 هيطلع لك بنيجاتيف 14. وممكن تعملها على الكالكليتور وتنجز يعني الانجاز. طيب ديت اه ده دي جابله هنا مستر روت. على فكره قلت لك المره اللي فاتت. طب ديت عامل ازاي؟ ولا يهزك ولا يهزك. هنعمل ايه؟ اقول لك اقول له ليميت وان الاكس ابروتش تو ايه 16. احنا بنحط هنا ماينس. طب هنا في روت. روت كنا بنعمل ازاي؟ ده في الاساس اصلا اصله بناخد ال 5 اوفر اللي جوه بقى على اللي بره ماينس. اه هنا برضو 16 ديت ما احنا قلنا هنوصل الاكس ماينس ال 16 اهي برضو باور ايه 5 اوفر ال 4 اوفر وهنا برضو هيبقى اكس ماينس ال 16 دي اللي هو الدنومينيتور ده مظبوط ما فيش في اي مشكله. هناخد ال 5 اوفر 4 دي باور 1 ودي باور 1 هيبقى 5 اوفر 4 ديفايد 1 هتبقى هي هي ملتبلاي ال 16 اهي 5 اوفر 4 ماينس ال 1 5 اوفر 4 ماينس ال 1 يعني هتبقى 1 اوفر 4. يعني اعملها على الكالكليتور كده تبقى ايه 1 اوفر 4. تعالى يعني كده نشوف لما نيجي نعملها بالكالكليتور. اقول له 5 اوفر ال 4 اقول له هنا ملتبلاي 16 باور 1 اوفر ال 4 هيطلع لك في الاخر كام؟ 5 اوفر 2 اللي هي هتكون ليتر بي. تمام. هنكتبها برضو يعني نرجع كده ونكتبها
عشان الناس اللي ايه يكون عشان الناس اللي بتذاكر. طيب هنا بقى ده يعتبر الكالوري، ده الكار النتيجه. لما تلاقي هنا ان الاتش ابروتش تو زيرو ابروتشز تو زيرو، يبقى تعرف بقى ايه هتكون هنا ده الكالوري النتيجه يعني. فهنا اتش وهنا اتش ونفس الكوفيشنت، والنمبر ده اللي هو الاكس موجود بره ونفس الباور، يبقى هنا كده هو جايبها لها مظبوطه. طب كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد ال7 دي الباور ده ملتبلاي الاكس دي، والباور ده بنعمل سبتراكت من 1 كما 6، يبقى 7 ملتبلاي اكس باور 6 اهيت اللي هتكون لتر بي. تمام. طيب شوف اللي بعديه يقول لي هنا برضه هنا نفس السيرم. بس هنا بقى لو جيت تبص على الكوفيشن بتاعت الاتش، هنا الاتش وهنا الاتش، هنا 3 وهنا 4، كنا احنا بنعمل ايه؟ بنقول طلعهم بره، نكتب الليمت، هنكتب نظبط المساله الاكس ابروتش تو 0، وبعدين نكتب المساله بقى هنا 2 ماينس 3 اتش تو ذا باور 7 ماينس ال 2 ديت لازم تكون بره، وهتكون بره نفس الباور بتاعت البراكت اوفر. طب والاتش هتكون 4 ولا ايه؟ هتكون نفس الاتش اللي فوق، هتكون 3. باخد بقى انا باخد هنا 3 اوفر 4 ديت، نعمل تايمز هنا ال 7 دي بقى ملتبلاي 2 باور ايه؟ 2 باور 7 لا 2 باور 6. اقول له كده 3 اوفر 4 3 اوفر 4 ملتبلاي 7 ملتبلاي 2 باور 6 هيكون ايكوال 336، هيكون 336 اللي هي تكون ليدر ايه. طيب في غلطه هنا، مش هتكون 336 هتكون نيجاتيف 336. كان المفروض لما كنا اخذنا الكوفيشن اللي هو نيجاتيف 3 اوفر 4 هتكون نيجاتيف 3 اوفر الايه ال 4. طيب هنا دي برضو الكالوري، هنا الاتش ابروتش تو 0 اعرف على طول هنا شغال بالكالوري، هنا الاتش ب 3 وهنا ال 5 يبقى نظبط. اقول له كده ناخد الكوفيشنز ديت اللي هتكون 3 اوفر ال 5، واقول له هنا الليمت وهنا الاكس ابروتش تو 0، واكتب بقى اللي هو 3 اتش ماينس ال 1 كل ده تو ذا باور 5، كمل كده بلس ال 1 برضه هيكون باور 5 اوفر، والاتش دي هتكون نفس الاتش اللي فوق اللي هيكون ب 3. يبقى ناخد كده 3 اوفر 5 ملتبلاي ال 5 ديت ملتبلاي 1 باور 5 لا هتكون 1 باور 4، سيبك منها ديت انت فاهم، هتروح مع ال 5 الريميندر عندي، والانسر هنا هيكون ايه؟ هيكون 3. تمام. طب نيجي للسؤال نمبر 13. خلي بالك السؤال ده يوقع، واحد يقول لي ايه احنا هنشتغل بقى زي ما انت قلت لنا مستر والحوارات ونشتغل وعد، بس خلي بالك انا كنت قلت لك معلومه دي برضو في الدرس اللي فات، اي مساله في الليميتس لازم تعمل الاول سبستيتيوشن، دايركت سبستيتيوشن، لازم تعمل الاول دايركت سبستيتيوشن. هي دي المساله على فكره خاصه بالحته دي، يعني انت هتيجي تعملها عن طريق السيرم مش هتطلع معاك باور 6 ماينس 64 اوفر برضو 1 ماينس 2 1 باور 1 باور 6 ب 1 ماينس 64 اوفر 1 ماينس 2 1 ماينس 64 نيجاتيف 63 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1 نيجاتيف تتكنسل مع النيجاتيف، فالانسر هنا هيطلع لك بكام؟ 63. الانسر هنا هيطلع لك بكام؟ هيطلع لك ب 63. طيب هنا بقى المساله جايب لك هنا الباور بقى والحوارات والكلام ده. تلاحظ هتحس المساله صعبه، بس انا قلت لك قبل كده لو جيت تلاحظ انت برضو هنا تاني، انت المفروض عليك انك تودي الاكس، المفروض الاكس ابروتشز تو ايه 1، ويبقى في النص هنا في ماينس، يعني احنا لازم نوصل للشكل ده اكس ماينس ال 1. طيب الاكس موجوده بس في اكس الناحيه الثانيه في السكند تيرم، لا انا لازم اخليها 1. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ان احنا ناخد ده اللي هو الاكس باور نيجاتيف 1 ده، الاكس باور هاف ده هناخدها كومن فاكتور، هناخدها ايه كومن فاكتور. يبقى انا اقول له كده ثواني كده، يبقى انا اقول له كده ليميت ان الاكس ابروتش تو 1 هناخد هنا الاكس باور هاف كومن فاكتور. طب بقى هنبقى هنا اكس
3 اوفر. احنا لما نيجي نعمل كومن فاكتور بناخد الباور ماينس الباور، ها الباور في الديفايد، ما احنا بنعمل ديفايد، ده ديفايد ده، فالباور بنعمل فوق بنعمل ماينس. طب 13 اوفر 2 ماينس الهاف، احنا عندنا اصلا 13 اوفر 2 يعتبر اصلا كام؟ 6.5. وانا عندي 7 اوفر وانا عندي الهاف جيب هاف 0.5، يبقى انا 6.5 لما نعمل سبتراكت ال5 هيطلع لك ب6، يبقى هنا هيكون هنا x باور 6، او ممكن تعملها على الكالكوليتر مفيش اي مشكله خالص، ماينس x باور هاف ديفايد x باور هاف يطلع لك ب1 اوفر. هنا برضه هناخد x باور هاف برضه كومن فاكتور، نعمل برضه ايه براكت، وهيكون هنا x 7 اوفر 2 اللي هي اصلا ب 3.5. لما نيجي نعمل سبتراكت الهاف اللي هي اصلا 0.5 هتفضل لنا 3، ماينس x باور هاف ديفايد x باور هاف يطلع لك ايه ب1. لو جيت تلاحظ هتلاقي ده يكنسل مع ده، ده كده بيكنسل مع ده، بقت كده بقى شكل شبه الايه السيرومز. هنحط هنا باور 6 وهنا برضو باور 3، هناخد ال 6 ديت اوفر 3، 6 اوفر 3 ملتبلاي ال 1 باور 6 ماينس 3 يطلع لك بكام؟ 3، 1 باور 3 ب 1، 6 اوفر 3 هيكون ايكوالز 2، فالانسر هنا يكون ايه؟ هيكون 2. تمام كده؟ تمام. مسألة بعديها هنا الليمت الاكس ابروتشز تو 1، برضه نفس الكلام على فكره الشيء شبه اللي فاتت، انا اكس ابروتشز تو 1 يعني لازم اوصل للشكل ده اكس ماينس 1 دي اخدها اكس باور نيجاتيف 2 ديت كومن فاكتور. انا اقول الليمت وان الاكس ابروتشز تو 1 اكس باور نيجاتيف 2 كومن فاكتور دي ديفايدد دي، لما نيجي نعملها ديفايد بنعمل سبتراكت الباور، يعني 2 2 ديت ماينس ماينس 2 يعني هتبقى بلس، يبقى اكس باور ايه 4 ماينس دي ديفايد دي يطلع لك ب 1 اوفر. هنا ناخد الاكس باور نيجاتيف 1 دي كومن فاكتور. طب دي ديفايد دي باور 1 على فكره، 1 ماينس ماينس 1 هيطلع لك هنا اكس باور 2 ماينس اكس باور نيجاتيف 1 ديفايد دي يطلع لك بايه؟ ب 1، هي نفسها يعني. لو جيت تبص على الاثنين دولت دول هنحطهم في ليميتس لوحدهم عشان هم مختلفين. هنعمل سيبريت يعني الليميت. اقول له ليميت وان الاكس ابروتشز تو 1 اكس باور نيجاتيف 2 اوفر اكس باور نيجاتيف 1. ملتبلاي هنا الليمت اكس باور 4 ماينس ال1 برضه هنخليها باور 4 اوفر اكس باور 2 ماينس 1 برضه هنخليها برضه باور ايه؟ باور 2. طب هنا بقى لو جيت تلاحظ احنا هنا هنعمل ايه؟ هنعمل الاكس هنا ب1 يعني 1 باور نيجاتيف 2 ب1، 1 باور نيجاتيف 1 برضه ب1 يعني كل ده ب1 ملوش اي 30 لازمه. طب ليه بقى شبه السيرم؟ هيبقى 4 اوفر 2 ملتبلاي ال1 4 ماينس 2 يطلع لك بكام؟ ب 3 يعني برضه مالهاش لازمه، هتكون 4 اوفر 2 او 4 ديفايد 2 يطلع لك بكام؟ هيطلع لك ب 2. 4 ديفايد 2 هتطلع لك بكام؟ هيطلع لك ب 2. تمام. نمبر 16 دي بقى الكولري، جاب لك كده الاكس ابروتش 2 0 وان الاكس بلس 2 باور 5 ماينس 32. هنا الاكس ما فيش اي مشكله اظبطها بقى خلاص، ال 32 ديت هخليها 2 باور 5 لان الاكس، وهنا الاكس برده ما فيش اي مشكله هنخلي دي 2 ديت باور 5، يبقى هناخد ال 5 ديت ملتبلاي ال 2 دهيت باور ايه؟ ال 5 ديت هنخليها ايه؟ باور 4. يعني لما نيجي نعملها 2 باور 4 هيطلع لك هنا ب 16 ملتبلاي ال 8 ملتبلاي ال 5 هيطلع لك ب 8. نمبر 17 نفس الكلام، لا مش نفس الكلام، ليه؟ عندك هنا اكس ماينس 3 وعندك هنا اكس ماينس 5، شوف هنا الاكس ابروتش تو ايه؟ تو 5، احنا دي هنخليها على هيئه السيروم مش اي مشكله، هيبقى الليمت الاكس ابروتش تو 5 يعني المفروض هنا يكون فين في النص هنا ماينس، يعني اكس ماينس 5 اوفر اكس ماينس 5، سهله على فكره مش في اي حاجه. هنا ركز بقى، هنا بيقول لي ماينس 3، يعني هو بيقول لي ماينس 3 انا لازم اخلي الاثنين دول شبه بعض، يعني هنا ماينس 3 طب انا هعمل فيها ايه؟ ايه رايك انت لو جيت اتشقلبت انت مش هتعرف تعدل في دي خالص، يعني انت مش هتعرف تعمل فيها حاجه، يبقى انت دورك انك تشقلب في مين او تعدل في مين او تعمل ايديت في مين؟ في الاكس دهيت، عشان نوصل الاكس ماينس 3، ركز بقى في الحته اللي جايه دي، عشان توصل الاكس ماينس 3 فالاكس ديت هو شال منها 3
يعني هنعمل منها سبتراكت 3 اللي هي الاكس دي، هيبقى الاكس هنشيل منها 3. ال5 دي برضو لازم تعمل منها سبتراكت 3، 5 ماينس 3 ايكوالز 2، هي دي الليمت الجديده. يبقى نكتب كده بقى اكس ماينس 3، طبعا احنا عارفين ان احنا بنحط في النص هنا ايه، بنحط هنا في النص هنا ماينس من عندنا ماينس 2، برضو اكس ماينس 3 ماينس 2، نحط دي في براكت ونحط دي في براكت، دي باور 7 هنا باور 7، وال2 دي برضه هتكون برضه باور 7، اعملها كالكليتور 2 باور 7 هيطلع لك ب 128 اوفر. طب ده يا مستر اتفضل ايه في ايه؟ طب دي اكس ماينس 5 انت خليتها اكس ماينس 3 ازاي؟ ما هي ماينس 3 ماينس 2 هيطلع لك نيجاتيف 5، ودي باور 1 ودي باور 1. كده بقى معايا السيرم بقى، يبقى 7 اوفر ال1 ملتبلاي ال2 ده هي هناخدها وباور ايه 7 هنشيل 7 ماينس ال1 هيطلع لك بكام؟ ب 6. جيب 64 ملتبلاي 7 هتطلع لك يا سيدي ب 448. طيب ديت شوف دي نفسها برضو هنا اكس بلس 1 وهنا الاكس ابروتش 2 2، انت مش هينفع تعدل في دي خالص، هنعدل في مين في ديت؟ هنقول له ليميت الاكس عاملها بلس 1، نكتب البلس 1 الاكس عاملها ايه بلس 1، يبقى ال2 دي برضه نعملها برضه بلس 1 هيديني 3، وبنحط ايه بقى من عندنا؟ بنحط الماينس هنا، يبقى انا اقول له اكس بلس 1 ماينس 3 اوفر اكس بلس 1 ماينس 3 برضه في براكت كده في براكت كده باور 4، هنا ال4 وهنا ال4 ودي اكس ودي دي زيها اه نيجاتيف 3 بلس 1 يديني نيجاتيف 2، ودي باور 1 ودي باور 1، هناخد ال4 اوفر ال1 ب4 ملتبلاي 3 دهيت 4 ماينس 1 يطلع لك بكام؟ ب 3، 3 باور 727 ملتبلاي ال 4 هتطلع لك ب 108. طب ديت ركز بقى يا معلم، هنا الاكس باور ايه؟ هو قال لي هنا الاكس ابروتش 2 1، يعني المفروض احط هنا ماينس، فالمفروض الشكل يكون عندي اكس ماينس 1، هنا بقى ده هنا اكس ماينس معرفش حلبسه كتيره كده، لازم نخلي دي 1، فناخدها كومن فاكتور، بنقول ليميت وين الاكس ابروتشز تو 1 هناخد الاكس باور سي ديت كومن فاكتور، هيبقى اتفضل لي نبص بقى اكس لما نعمل باور بسبتراكت اي ماينس سي هيبقى اي ماينس سي ماينس ودي ديفايد يطلع لك ب 1 اوفر، هناخد الاكس باور دي برضه كومن فاكتور كومن فاكتور اي اكس اكس باور اي ديفايد الاكس باور دي هنعمل سبتراكت الباور اي ماينس دي يبقى اكس باور A ماينس D ماينس X باور D ديفايد X باور D يطلع لك بكام؟ ب 1. انا عندي هنا دولت احنا ممكن على فكره نطيرهم بسرعه، بس هي برضه لازم يعني ايه امشيك على خطوات صح. هنعمل لها ليميت لوحدها، يبقى ليميت من X ابروتشز تو 1 X باور C اوفر X باور D ملتبلاي ليميت نكتب ديت x باور a ماينس c ماينس ال1 برضه دي برضه هتكون زيها a ماينس c، وهنا ال x a ماينس d برضه ماينس ال1 باور a ماينس d. لو احنا شلنا x وحطينا مكانها 1 1 باور c اوفر ال1 باور d يعني دي ب 1 ولا اي ولا لا لازمه. طب ديت بقى هنعمل دي ديفايد دي a ماينس c اوفر A minus D multiply ال1 power A minus C A minus C minus minus هتدخل على البراكت ده على الباور ده تاكس السام بتاعته minus ال A بدل ما هي minus D هتبقى plus D كده كده اصلا ال1 باور اي حاجه ما يشغلكش، قلت لك قبل كده كل ده ملوش اي 30 ب1 برضه، والله لو فوق ايه برضه ب1 تمام كده تمام. هيبقى الريميندر عندك هنا ايه؟ A minus C over A minus D A minus C over A minus D. تمام جدا، مسألة حلوة. طب ديت هنا بيقول لي الاكس لازم تبدأ بالاكس وبعد كده approaches to 1، ده هو ده هنا بدالك ب 1 مفيش أي مشكلة خالص، هناخد النيجاتيف كومن فاكتور، يبقى النيجاتيف كومن فاكتور هيبقى الريميندر عندي روت الاكس باور ان ماينس ال1 اوفر نيجاتيف برضو روت الاكس
باور ام ماينس ال 1. هنشيل نيجاتيف مع نيجاتيف. طب ديت الاكس دي تتعمل ازاي؟ الاكس اه ده جوه هنا 1 باور 1 1 اوفر الان ماينس ال 1 برضو 1 اوفر الان. الاكس ديت هيبقى 1 باور 1 اوفر الام برضو ال 1 1 اوفر الام.